أكدت رئيسة هيئة البحرين الثقافية والآثار معالي الشيخ خمي بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وقالت خلال مؤتمر صحفي إنه سيتم افتتاح مركز زوار طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018. دائما نعول على الثقافة والبنية التحتية الأساسية لها لجلب سياحة نوعية، لذلك بدأنا حين كانت المنامة عاصمة للثقافة في 2012 وعاصمة للسياحة في 2013، كنا نؤسس لبنى تحتية تخدم هذا الوطن الجميل. في 2012 تم افتتاح المسرح الوطني، وهو كما نعلم جميعا بدعم من جلالة الملك المفدى، وفي هذا العام 2018 والمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية يفتتح مركز زوار طريق اللؤلؤ. هو المشروع الأكبر والذي يؤسس لسياحة مستدامة. حين تم تقديم المشروع للصندوق الإسلامي للتنمية كان الموافق على هذا المشروع لتأسيس بنى أساسية تحتية للثقافة والسياحة المستدامة. وفي هذا العام وبرعاية كريمة وسامية من جلالة الملك المفدى في هذا الأسبوع بالتحديد في 28 الأربعاء القادم يفتتح جلالة الملك مركز زوار طريق اللؤلؤ، وهو أكبر متحف مفتوح تستضيفه مملكة البحرين. يمر بعدد من البيوت والساحات ويوفر المواقف الخاصة بزيارة هذا المشروع، إلى جانب الجسر الذي يربط مركز زوار طريق اللؤلؤ الأول بقلعة أبو ماهر ويصل به إلى قلب المحرق إلى الحالة، ومنها تنطلق أفواج السياحة لتشاهد معلما مختلفا عن كل المعالم. البحرين تزخر بمواقع تستحق منا أن نطورها، أن نعمل على إكمال البنى التحتية، وأن نستوفي الشروط المطلوبة من قبل منظمة اليونسكو حين يدرج موقع في قائمة التراث الإنساني العالمي.